ننظر يعني مشاهدينا ومتابعينا الى جمال وروعة هذا المكان الجميل الرائع، كيف سوف ندخل اليه غرفة بغرفة لنريكم معالم وجمال هذا المكان. طبعا هنا موجود طاولات وكراسي في الداخل، بالطاولات يجي يعني مثلا بدك تدرس بدك تقعد هلا بفرجيك بدك تقرا بدك تكتب فيك تشوف فيهم وتجلس عليهم. هلا احنا بنفرجيكم ندخل من بوابة لانه هون حاطين انه ما في تدخل من هذا المكان. دخول من هنا طبعا الانتراد مركب في كراسي مركبة في المكان، شايفين هذول المطاعم والكراسي بتيجي تقعد هون تدرس تحط كمبيوترك في واي فاي شيء مجاني تدرس تعمل اي شيء بتجي الكافيه تبعك تحط الطاولات هنا مجهزين شايفينه مجهزين الشاحن اليو اس بي الشاحن العالي اللي بتشحن تليفونك مجهزين كل الطاولات هيك بهي الطريقه هاي يعني بيهتموا فيهم هذا المركز مجاني بتدخل عليه شايفين هاي الطاوله مجهزين نفس الشيء. طبعا هاي المكان معكم هاي المره كمان في حديقه جميله جدا اذا حابب تيجي يجلس فيها هذه الحديقه الرائعه شايفين متنوعة وكثيرة جميلة جدا هنا. خلينا نشوف هون ماما باركة شوفي هون هون في هيك مثل معرض متحف جميل شايفين اشياء جميلة اشياء رائعة مثل موجودة هنا دائما نكون معكم بنوريكم هذه الاشياء وهذه الفعاليات اللي تروها. طبعا هذا معرض ومتحف جميل موجود هنا يعني جولة جميلة حبينا ناخذكم نفرجيكم اياها. اهلا ومرحبا بكم في متابعين في قناه على اليوتيوب، نحن الان معكم من ارجنتين بيونس ايرس من مكان جميل هو اسمه سنتر كولتورار كولتورار، سنتر كولتورار هو عباره عن يعني مركز العادات والتقاليد المختلفه في الارجنتين حيث يوزعون ويبيعون ويعملون فيه حفلات جميله. هذه الفتره الجميله نكون فيها معكم الان لمتابعه ومشاهده بعض النماذج الجميله الرائعه من الارجنتين الى بيونس ايرس. طبعا انا اتمنى ان اوريكم العادات والتقاليد الارجنتينيه ماذا يوجد هنا وماذا يوجد هنا. طبعا كل هذا معرض للكتب اذا يمكن انت para mí gracias ايوه ساونا اشياء اقولها بعض الكلام عشان جو جميل ورائع جدا. نحن نحب دائما نكون معكم ونريكم بعض هذه الاشياء والفعاليات. لكل متابعينا ولكل المشاهدين دائما نكون معكم في هذه الحلقه من الارجنتين مليون حلقه. والله تعالى ورحمة الله.
Siete minuti dalla neanche per risana del vostro contro urbani con questa tanta gente mi sento di verrà e ti chiamano con le con una per le con sort e argentini e gemile alle che si è la arfa alla fattiva e io per fattiva non la con un'ora che si faccia in camera al gemile nell'argentini in agile sai stendo con mahalo al fare contro urbani con quattro di caldo grazie per la classe di gemile vabbè. We'll be right back.
فيها هذه ثلاثة شيء طموح مالي بطريقة فنية جميلة جذابة رائعة جدا جدا جدا. يعني إذا أنت بتجي لهون بس بس بتاخذ لك كم صورة للذكرى على خضرة وبتحطهم بالفيس تبعها من كل زاوية من كل مكان ومن كل موقع بتاخذ لك صورة، شوف قديش حتاخذ لايكات عليها وإعجابها. وهذا كله يعني طبعا هذا المكان بقوله كله مجاني، شوف كيف مجهزينه ومنظمينه، يعني شوف الفن كيف عاملين بزوع الشجر عاملين هيك تحت هيك الفنية هيك راسمينه ورسم كيف مشبكينه من بعضهم حاطينهم بهي الطريقة. والله العظيم فنانين فن فن شعب الأرجنتيني شعب عظيم، إنها الأرجنتيني إنها دون خير منظر بعينك وأرحم بقلبك. شوفوا شوفوا كيف الجذوع والجذور الجميلة الرائعة جدا. شوفوا جميلة